هنقول بقى زي ما قالت منظمة الصحة العالمية، فخلينا نقول ان احنا ده يبقى اسلوب حياة. على فكرة يعني دايما بنلاقي حتى السياح اللي جايين من اليابان دايما، حتى من غير من قبل كورونا خالص، كنت بلاحظ ان هما دايما بيبقوا لابسين هم كمامات. لان عندهم انضباط. يعني انا بقصد ان ده يبقى اسلوب بقى حياة. ايوه. طيب اسلوب الحياة النهاردة اللي هنغيره حاجتين، الوقاية والغذاء او التغذية الصحية السليمة اللي احنا النهاردة يعني اهملنا فيها، وبقينا نلجأ للوجبات السريعة والحاجات الغير مفيدة، نرجع لأكلنا بتاع نلجأ زمان. لأكلنا الطبيعي بتاع زمان. تاني حاجة الرياضة اللي احنا برضو ما زلنا بنحاول نشدد على الموضوع ده. ما عندكش وقت تمشي، روح شغلك مشي الصبح وتعالى مشي اخر النهار. الاكثار من شرب السوائل، استنشاق الهواء الصحي، تجديد التهوية في الشقة او في البيت. الناس دي على مهمة فكرة جدا. جدا يا ريت الناس نحاول أصلا ندخل كمان الشمس. بتقفل قوي في الشتاء كمان. برافو عليك. انا النهارده خرجت ورحت شغلي، اجدد هوا بيتي وخلي الشمس تخشه، لان ده مهم جدا جدا. ابدا اتابع اولادي، يا ام تابعي اولادك او انت بتتابعيهم، البس الماسك وهو داخل استقبليه بالماسك، علميه السلوك ده. وانت بتلبس الماسك حط ايدك عليه بكح سخن، نفسه مزود عن الاكل ما كلش، خديه في حصيه واعزليه عن اخواته. طب معلش يا دكتور، اتفضلي. سؤال عشان هيجي دلوقتي في اذهان الناس اللي احنا بنكلمهم. احنا دلوقتي يعني بنطلب منهم ان هم صحيا اكتر يحاولوا في التجمعات يلبسوا الكمامه. تمام. طيب دلوقتي ممكن حد يقول طب انا هقعد اشتري تاني كمامه كل يوم، ويعني كمان انا هتحمل سعر الكمامه، يعني كويس. ده تفكير اكيد هيجي عند ناس كتير. تمام. طب انا عايزه اسال سؤال خاص بالكمامه اللي من القماش اللي ممكن نغسلها ونلبسها اكتر من مرة، لانه ده اكيد الناس دلوقتي لو عايزة توفر هتوفر، يعني هتفكر ان هي تستخدم الطريقة دي كنوع من انواع التوفير بما اننا بنطالبها بلبس الكمام. الكمامة القماش اخبارها ايه؟ هل هتحمينا ولا ملهاش لازمة؟ والله هو اقول لحضرتك على حاجة، انا دايما ما بعرفش اجاوب على اسئلة بره اللي قالتها منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية اوصت بالكمامة الديسبوزابل او الكمامة اللي تستعمل. بتتغير. ايوه. لكن لم يذكروا موضوع الكمامة القماش. لكن اذا كنت مضطر ما البس كمامة ولا البس كمامة قماش، لا البس كمامة القماش. بس يا ريت وانت تيجي تروح طهرها بقى، طهرها. تغسل لا وتنشف في الشمس. وانقحها كويس واغسلها كويس، وبرافو عليكي، ونشرها في الشمس شوية. الشمس كفيلة انها صحيح تطهرها. يعني بنقول انه حل ممكن حل يعني الناس وسط، تلجأ ليه، حل وسط بالظبط. هي اجابة غير علمية. الاجابة العلمية الكمامة التي تستعمل استعمال مرة واحدة ما تغسلش. لكن انا مضطر ما عنديش امكانيات، لا البس احنا كمامة. بنجاوب بس على الاسئلة صح. اللي ممكن تتبادر في اذهان الناس تمام. دلوقتي وهي قاعدة تمام. بتتفرج تمام. عليه.